مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم خاصة بتخزين فاكهة التفاح، فبعد الجني والتوضيب كندرسوا صناديق التفاح إما على سوق الجملة أو الحفظ أو التخزين البارد، وفي الحالتين هناك عدة ممارسات لازم تبعوها. أولا، حسن إدارة الحرارة ديال الفاكهة بعد الجني، بحيث لازم يبدأ تبريد التفاح أولا في الحقل لتخفيف حرارة الحقل، ومن ثم في الحافلات الخاصة بتوصيله للتخزين البارد. ففي الحقل وخلال الجني لازم نعتمدوا على الخطوات التالية باش نخفوا الحرارة التفاح. فمن الأفضل يكون جني في الصباح أو في الليل بحيث كتكون درجة الحرارة منخفضة. نوضعوا التفاح في صناديق بألوان فاتحة ونغطيوها باش نتجنبوا ارتفاع حرارة الفاكهة، ونوضعوها في مكان فيه الظل، ونرسلوا صناديق ديال التفاح للتخزين البارد حتى ولو وصلناه عدة مراحل وميبقاش في الحقل لمدة طويلة. عادة كتوصل ثمار التفاح للمخزن التبريد قادمة من الحقل بحرارة حوالي 25 درجة مئوية، وهذه كتعتبر حرارة عالية. وملي كيتم وضع التفاح في غرفة التبريد واللي كتحتوي على تفاح مبرد قبل، كتغير حرارة الغرفة، ومع تكرار الحمولات من الحقل للغرفة المبردة كيؤدي لواحد التغيير في درجة الحرارة، واللي بدوره كيؤدي لازدياد تنفس الثمار وإنتاج الإيثيلين، وهذا اللي كيضرب نوعية التفاح وكيقلل من فترة التخزين. وباش نتجنبوا هذه المشاكل، فعملية التبريد المبدئي للتفاح ضرورية باش نزولوا الحرارة الجاية من الحقل بشكل كامل قبل تخزين التفاح في الغرف الباردة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالتبريد المبدئي وعملية مستقلة لكن باغي القيام بها قبل التخزين بالبرودة. والتبريد المبدئي هو تخفيض سريع الحرارة التفاح القادم من الحقل قبل التخزين من 25 درجة مئوية إلى درجة أقل من 5 درجات مئوية خلال 24 ساعة. وهذا التبريد المبدئي مهم كذلك باش نقلوا من عملية تنفس وإنتاج الإيثيلين، بحيث كيؤدي تخفيض درجة حرارة الثمار لتقليل من تنفس وإنتاج الإيثيلين. وتنفس التفاح متعلق بأنزيمات داخلية كتزداد نشاطا عند ارتفاع درجة الحرارة من مرتين إلى 4 مرات لكل 10 درجات زيادة، وكيكون تدهور في حالة التفاح ناقص عند 0 درجة مئوية، وكيتضاعف مع كل 10 درجات مئوية زيادة في الحرارة، حيث كتقل فترة التخزين ما بين 4 إلى 30 يوم عن كل يوم كتخزن فيه الفاكهة. فتبريد الغرف كيتستعمل على نطاق واسع في المغرب، وكتكون تكلفة هذه الطريقة منخفضة نسبيا، ولكن كتكون بطيئة في التبريد. وعملية تصميم وتشغيل غرف التبريد هي بسيطة إلى حد ما، فلازم تثبيت المروحيات لتحريك الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة، ولازم تسمح قدرة المروحة بتدفق 3 أمتار مكعبة ديال الهواء في الدقيقة لكل طن ديال التفاح. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فكي تعتبر تبريد الغرف تعريض صناديق تفاح الهواء البارد في غرفة مبردة، بحيث كيدور الهواء بارد بين الصناديق، ومن المهم تخلي مساحة ملائمة بين الصناديق داخل الغرفة المبردة باش تسرع عملية تبريد التفاح، وكتكفي مسافة 2.5 الهواء البارد من الدوران حول الصناديق، وكتستف صناديق فوق بعضها داخل الغرف الباردة. ولازم تكون صناديق البلاستيك المستعملة جيدة للتهوية، ولكن إذا استخدمنا صناديق ديال الكرتون فضروري نتأكدوا من وضع هذه الصناديق بطريقة كتكون فيها الفتحات مواجهة بعضها بعد باش نسمحوا الهواء البارد يدخل ليها. ولازم نخليو مسافه بين الصفوف ديال الصناديق وجدران الغرفه البارده بشكل محكم ومرصوص، بحيث ان حراره التفاح لازم تنخفض الحدود المطلوبه، فان درجه حراره ممكن لتخزين التفاح هي 1.5 درجه مئويه. كتعتبر التخزين البارد طريقه الاكثر فعاليه للمحافظه على الجوده واطاله العمر الافتراضي للتفاح. كيعطل التخزين البارد نشاط البيولوجي للتفاح ونمو البكتيريا الدقيقه، وكيخفض معدل خسارة الرطوبة وكيقلل من تضرر الناتج على غاز الإيثيلين. فعلى الشخص المسؤول على التبريد يراقب درجات الحرارة ديال التفاح في صناديق وفي مجمل الأماكن في غرفة التبريد، في الأول وفي الوسط وفي آخر الغرفة وجميع الارتفاعات ديال الصناديق، باش يتأكد باللي تم تبريد الفواكه. وفي الأخير، أخير فلاح، أختي الفلاحة، فإذا كان عندك تفاح موجود للتخزين فمن المهم تبدأ تخزن ثمار عالية الجودة والخالية من الكدمات والأمراض. فليس من المربح اقتصاديا تخزين تفاح بنوعية رديئة، وحسب الأصناف يمكن لك تخزين التفاح إلى حدود 12 شهر، وعلى المنتجين يقيسوا الصلابة ديال التفاح قبل التخزين. فالتفاح اللي عنده مستوى الصلابة أكثر إلى 18 باوند كتكون حياة التخزين ديالو طويلة، ومن الأفضل نوضعه في المنطقة البعيدة من باب المخزن البارد. أما التمار اللي مستوى صلابتها أقل من 15 باوند فمدة حياتها أقل، ومن الأفضل توضع قريبا الباب. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.